إسقاط طائرة إسرائيلية مش درون. الموضوع تطور ووصل لإسقاط طيارة أباتشي. الخبر ده ضجت بيه وسائل إعلام فلسطينية ومواقع التواصل إن القسام أسقطت طائرة أباتشي إسرائيلية غرب خان يونس، والسوشيال ميديا أكدت ده بإعادة نشر الفيديو نقلاً عن الإعلام العسكري للقسام وإعادة نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن بيظهر أباتشي بتقصف فوق خان يونس. السوشيال ميديا كان عندها رأي مختلف، أو خليني أقول آراء مختلف. يعني مثلا كان في تعليق من محمود. محمود قال هذا الفيديو قديم، هو أكيد متابع وبيحاول يشوف كل الفيديوهات. كمان كان في عامر صالح قال الفيديو حديث بس ما أعتقدش إنها سقطت. كمان كان في حساب باسم موشا يائير قال الإعلام العبري يتداول هذا الفيديو، يبدو إن خبر إسقاط الطائرة الأباتشي حقيقي.